سيبر موتور حكينا انه له سبيد توركر، وهذا سبيد توركر مهم لازم اخذه بعين الاعتبار لما اجي اصمم السيستم. اذا تطلعوا على سبيد توركر لستيبر موتور هون راح يكون عندي التورك طبعا يا اما نيوتن متر او ملي نيوتن متر او مايكرو نيوتن متر حسب حجم هذا المحرك التورك. وهون عندي سبيد، هلا سبيد ممكن احطها من ار بي ام، وعاده بتكون اكثر موجوده بلسز بير سكند. فراح تلاقي هون الكيرف مثلا ممكن يكون شكله زي هيك، فواضح انه التورك عماله بينزل كل ما زدت السبيد. هلا في عندي هذا هون هو الهولدنج تورك بنسميه، هذا الهولدنج تورك اللي هو التورك اللي ممكن امسك المحرك على اللي حطيته على هذا المحرك راح يمسك في مكانه. طبعا هذا بس ابدا اتحرك، لو عندي هذا المحرك الان بدي امسك لود معين وامنع هذا اللود انه يسحل ممكن اعرضه لهولدنج تورك. بس لاحظوا كل ما زادت السرعه راح ينزل التورك، فانا لازم اطلع ايش السرعه اللي بدي امشي عليها، بدي اشغل السيستم عليها ومنه ارجع اتاكد انه هذا هل التورك بيناسب التورك اللي انا اللي بدي اشتغل عليه. يعني مثلا لو جينا هون اطلعنا على سبيد تايم بروفايل لمحرك، لو بدي هذا المحرك يشتغل بهذا الشكل هاي الماكسيمم سبيد، فبدنا نطلع هذه الماكسيمم سبيد وات داز ات كورسبوند تو، راح يكون في لها بلسز بير سكند. هلا بدك تشوف قديش عدد البلسز بير سكند. مثلا اذا عندي دلتا ثيتا بتساوي 1.8 ديجريز ات فول ستيبنج، معناها بلسز بير ريفولوشن لهذا المحرك بتساوي 360 درجه على 1.8 ديجريز وتعطيني 200 pulses per revolution. ومنها بدي اشوف طبعا وين هاي السرعه بتكون موجوده على هذا الكيرف. اذا وجدت السرعه اللي موجوده هون راح ارجعها على الكيرف، راح يطلع معي التورك اللي متوفر. طبعا هذا التورك اللي لازم اوفره هو السلوب تبع هذا الكيرف، اذا هذه طبعا في اوف تي وهذه هون الزمن. فالسلوب هذا ايش راح يعطيني؟ الاكسلريشن، ومنه بطلع حسب اي معادله، لا بطلع الاكسلريشن بقدر اطلع منه التورك. ايش المعادله؟ ايش القانون اللي بنستعمله؟ قانون نيوتن الثاني مش هيك؟ سم اوف توركس بيساوي الفا سم اوف اي، فمن اي اللي موجوده هون بقدر اطلع الفا وبعدين بطلع منه التورك، بكون هذا هو التورك اللي بدي اخذه من المحرك. في عندنا ثلاث انواع من التورك، في عندنا شيء اسمه ديتنت تورك. في الهولدنج تورك، وفي طبعا التورك الريتد تورك. هلا الديتنت تورك لو احنا جبنا محرك ما عليه اي كهرب ولا عليه درايف وحاولت احركه بايدي رح تلاقي انه في صعوبه بتحريكه رغم انه ما عليه درايف. هذا بسببه الماجنتيزم، احيانا بيكون في ماجنتيزم في الروتور بيكون مثلا بيرمننت ماجنت، فهذا الديتنت تورك رح يواجه صعوبه في اني احرك هذا المحرك حتى لو بحركه بايده فيش عليه سبلاي. هذا بنسميه الديتنت تورك، التورك اللي بحتاجه حتى احرك المحرك حتى لو فيش عليه سبلاي. الهولدنج تورك هو التورك ات زيرو سبيد، ما بنسميه ستارتنج، ما بيستعملوا له تعبير ستارتنج، هو بيستعملوا تعبير هولدنج. نعم تفضل. الديتنت تورك كيف معناه؟ ايش بنتج؟ منتج فيه ماجنتيزم، فالماجنتيزم هذا المحرك فيه له مينيمم ريلاكتنس بوزيشن في ماكسيمم ريلاكتنس بوزيشن. اذا في بيرمننت ماجنت بتحاول يتجذب وفي ريزيجوال ماجنتيزم في ستيتر، فهذا في ماجنتيزم والروتر في ماجنتيزم، فراح يكون في بوزيشن هو مينيمم ريلاكتنس يعني اقرب شيء متجاذبين لبعض. اذا حركته راح الاقي انه هو بحاول بين التو بوزيشنز يرجع للبوزيشن الاصلي تبعه، فهذا راح يعطيني تورك. تورك سببه ماجنتيزم، ريزيجوال ماجنتيزم او بيرمننت ماجنتيزم. لو كان لو ما في الكتروماجنت ممكن يضل عندك في ريزيجوال ماجنتيزم. يعني انت اي الكتروماجنت او اي فيرو ماجنتيك ماتيريال بعد ما تمغنطها بضل في ريزيجوال ماجنتيزم، مزبوط؟ اذا متذكرين البي اتش كيرف، اذا عندي هون اتش وعندي هون بي، بعد ما اعمل ماجنتيزيشن للماده حتى لو نزلت اتش لزيرو ايش بضل عندي؟ هاي بنسميها ريتنتيفيتي. ريتنتيفيتي هي كميه الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي بتضلها بالماده، وهي خاصيه من خصائص الماده. اذا هذا الكيرف بي واتش مش ام ام اف وفاي، اذا هذا كان اتش هون ماجنتيك فيلد سترينث
وماجنتيك فلكس دنسيتي هون، في عندي هون رح تطلع وحده، هاي وحده خاصيه من خصائص الماده اسمها الريتنتيفيتي. الريتنتيفيتي هي كميه الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي بتضلها موجوده بالماده حتى بعد ما انزل الماجنتيك فيلد سترينث لزيرو. اوكي اسمها ريتنتيفيتي. مرات معنا. نعم مرات معنا في المشين. تمام، في ناس بسموها الريمننس بس الاسم العلمي لها ريتنتيفيتي، وحدتها رح تكون ماجنتيك فلكس دنسيتي. تسلم. وإذا نزلت لهون رح الاقي في شيء اسمه الكويرسيفيتي، قديش لازم اعكس الماجنتيك فيلد سترينث بحيث اني انزل هذه لزيرو. هذه اسمها الكويرسيفيتي، وحدتها رح تكون ماجنتيك فيلد سترينث اللي هي امبيرز بير متر. في ناس بتستعمل اورستد، هاي اسمها كويرسيفيتي. كويرسيفيتي تو كويرس سمان اني اجبره يعمل شيء. اذا عندنا الهوردنج تورك ما بنسميه ستارتنج تورك بالحاله، هاي هو التورك اللي بنتج at zero pulses per second اللي بقدر امسك جسم، بقدر اعلق جسم ويضل واقف على هذا التورك. الديتن تورك هو التورك الناتج عن الريزيجوال ماجنتيزم او البيرمننت ماجنتيزم اللي موجوده في المحرك، لانه الا يضل الماده فيها حسب هذا الشكل اللي موجود هون. والريتد تورك، الريتد تورك بيختلف حسب السبيد، حسب هذا الكيرف اللي موجود هون. راح تلاحظوا كمان انه هذا بيختلف حسب يونيفايلر وبايفايلر ويونيبولر وبايبولر، بس انا ما راح ادخل بتفاصيل الرسمه تبعته. اوكي بيختلف اذا كان هذا المحرك باي بولر او يوني بولر باي فايلر يوني فايلر، راح الاقي انه هذول مع اختلاف السرعه بيختلفوا. لازم اعرف السرعه اللي بدي امشي عليها حتى اقدر اطلع منها التورك، ما بقدر اصمم على الهولدنج تورك لانه احنا بدنا نمشي على سرعه معينه. مثلا هذا الكيرف اذا بدي هذا الكيرف، هذا فيه سرعه هون معينه، هاي السرعه لازم احولها لبلسز بير سكند، ومن بلسز بير سكند راح اطلع الريتد تورك اللي متوفر لي وبقدر اشتغل عليه هذا المحرك.